مرحبا، معكم رضا عازم من كامبوست اكاديمي، واريد ان اشارككم بتجربه مررت بها قبل سنه وقد علمتني شيء مهم جدا بالحياه. هذه التجربه هي القفز المظلي، السكاي دايفنج بالانجليزيه. قبل سنه حاولت امرأتي ان تقنعني عمل هذه الفعاليه، ولكن كنت متردد. كان لدي مخاوف من الاماكن المرتفعه، وبالرغم من ذلك وافقت وتجرأت على تجربته. سجلنا عند احدى الشركات في البلاد وسافرنا لمدينه عكا لاستلام زي القفز، ومن هناك نقلتنا سياره لمطار صغير في مدينه حيفا. وكل هذا الوقت لدي مخاوف وترددات عما افعله وماذا سيحصل. ملأ امرأتي اختارت القفز من 10,000 متر، وانا كذلك لم يكن لي خيار اخر. دخلنا للطائرة وبدأ المرشدين إعطاؤنا الإرشادات اللازمة. لقد استغرق الأمر 10 دقائق للوصول للارتفاع المناسب للقفز، والطيار أعطى إشارة الموافقة للقفز، وبدأت اللحظة الحاسمة علي القفز. يوجد أشخاص قفزوا أولا وبعدها كان دوري، والمخاوف داخلي تزداد أكثر وأكثر، ولكن لا يوجد مفر، أنا مرتبط مع المرشد. توجهنا لحافة الطائرة وبدأ المرشد بالعد التنازلي، واتفقنا أن نعد الرقم 3، وبدأ العد 1 2 ودفعني من الحافة دون أن يصل للرقم 3. اتضح لي بعدها أن المرشدين دائما يفعلونها للمشتركين لكي لا ينتابهم الشعور بالخوف ويمسكوا بأطراف الطائرة عند الوصول للرقم 3. في الثواني الأولى كنت مرتعب أقصى درجات الرعب، ولكن بعدها رأيت المناظر التي أمامي ونسيت الرعب كليا، وبدأت أستمتع من المناظر التي أمامي. من يميني كان البحر، ومن يساري الأراضي الخضراء الخلابة. لقد استمتعت من هذه التجربة حقا، وشعرت كأنني حقا أطير. رأيت كم بلادي جميلة، ليس فقط من تحت وإنما أيضا من فوق. هبطت على الأرض بسلام وودعت المرشد، ولكن بعد أن هبطت بدأت بالتفكير بيني وبين نفسي، لماذا كنت خائف طوال الوقت من الوقت ما اتخذت القرار ووافقت لطلب امرأتي حتى للحظة القفز من الطائرة؟ لماذا لم أستمتع من هذه التجربة طوال الوقت من وقت اتخاذ القرار للقفز حتى أنني قفزت بالفعل؟ لماذا بعد كل هذه المخاوف شعرت بأن هذه التجربة هي من أكثر التجارب التي استمتعت بها في حياتي؟ مما كنت أخاف حقا؟ وما سأستفيد من كل هذه المخاوف؟ لأنه في الحقيقة اللحظة الأكثر مرعبة كانت فقط لحظة الوقوف من الحافة لكي أقفز. ولقد استنتجت استنتاج واحد، وهو دائما من الطرف الثاني من الخوف الذي نشعر به دائما يوجد الأشياء الجميلة بحياتنا. هذا الاستنتاج ساعدني كثيرا في تعدي الكثير من العقبات في حياتي. يوجد عدة مشاريع في مجال التجارة الإلكترونية كنت خائف من العمل بها لعدة أسباب، ولكن عندما جزفت وتغلبت على هذه المخاوف رأيت الطرف الثاني، وهو النجاح والتوفيق، تماما مثل تجربة القفز المظلي. طوال الوقت كنت خائف ومنعت نفسي من التمتع من التجربة، وعند المجازفة وخوض التجربة استمتعت كثيرا، وكانت من أكثر التجارب ممتعة التي فعلتها بحياتي. لذا لا تخافوا من خوض التجارب والمجازفة، لأنه احتمال كبير في الطرف الثاني سينتظر شيء سيغير حياتكم للأبد. بالنجاح للجميع.